السلام عليكم، ماذا نريد من الكتب؟ نريدها أن تمتعنا، نريدها أن تشوقنا، نريدها أن تعلمنا. ماذا تعلمنا؟ تعلمنا ما يجري في عالمنا، تعلمنا ما لا نعرفه وما يفيدنا وما يجب أن ننتبه إليه في مجالات العلوم وفي مجالات الحياة الاجتماعية والثقافية. الكتب الثلاثة التي اخترت لهذه السنة كلها تقوم بذلك، تنبهنا لتطورات علمية كلها علمية تحدث في عالمنا اليوم، سواء في العالم الرقمي أو عالم الفضاء أو عالم الهندسة الجينية. أعتقد أنكم ستستفيدون وتستمتعون بهذه الحلقة، شاهدوا معنا. السلام عليكم. هذه السنة ثلاثة كتب شدت انتباهي، أمتعتني وعلمتني الكثير، وهذان هما المعياران بالنسبة لي في تفضيل الكتب: الاستمتاع والتعلم منها. لكن هذه الكتب ثلاثتها، ولو أنها مختلفة تماماً الواحد عن الآخر، إلا أنها كلها في مجالات العلوم. في العادة دائماً يكون لي قراءات، ولا كانت لدي قراءات هذه السنة في مجالات أخرى ثقافية مختلفة، ولكن هذه المرة الكتب كانت كلها علمية. الكتاب الأول وهو الأفضل بلا منازع، ولذلك أبدأ به لأنني لا أريد أن يفوته أي منكم، خاصة وأن البعض منكم لا يشاهدون الحلقات كاملة. الكتاب الأول: كيف تبقى ذكياً في عالم ذكي؟ How to stay smart in a smart world، Gerd Gigerenzer. جيرد جيجرانزر عالم نفس هو في الأساس، متقدم في السن الآن، عمره 75 سنة، هو ألماني، درس في جامعة شيكاغو الأمريكية، وهي من أرقى الجامعات، وهو الآن لديه استشارات، يقدم استشارات للحكومة الألمانية، لشركات خاصة تهتم كثيراً بمجالات التكنولوجيا والتطبيقات في الحياة الاجتماعية إلى آخر السياسات الكبرى. وهذا الكتاب ربما من عنوانه، أنا عندما رأيت العنوان قلت قد يكون يعني كلام عام معروف، كيف تبقى ذكياً، يعني كيف تحافظ على لياقتك، يعني من نوع هذه الكتب. إلا أنه فاجأني أنه قوي جداً، طروحات عالية، معلومات بدقة عالية جدا، عشرات الصفحات من المراجع، الهوامش لحد في ذاتها عشرات الصفحات، وطروحات قوية جدا ويجب الاهتمام بها. بعض المعلومات أنا صدمتني حقيقة، مش فقط أنني لم أكن أعرفها، ولكن كانت صادمة، وسأذكر لكم بعض الأشياء منها. يعني سيكون صعب أن أغطي كل ما يقدمه هذا الكتاب، ولكن في عجالة هكذا. هو أنا لخصتها تقريباً على الأقل بالنسبة لحلقتنا هذه في موضوعين كبيرين: واحد الذكاء الاصطناعي، والثاني هو التعامل مع البيانات في عالمنا الرقمي الحالي. الذكاء الاصطناعي في خلاصة، جيرد جيجرانزر يقول هناك مبالغة كبيرة جداً فيما يخص الذكاء الاصطناعي، وهي مبالغة مقصودة من طرف الشركات الكبرى التي تريدنا أن ننساب في هذا الطريق، وأن نعتقد أن كل ما يأتي من العالم الرقمي ومن الذكاء الاصطناعي هو قوي وصحيح ودقيق ويجب الأخذ به، وإن لم نأخذ به فنحن قد تأخرنا عن الركب. فيقول هذا الكلام غير صحيح، بل يقول أن الذكاء الاصطناعي هذا ليس بذكاء، إنما هو حوسبة قوية جدا، عالية سريعة جدا. يقول الذكاء الاصطناعي ينجح ويتفوق على البشر في كل ما هو حسابات دقيقة بالنسبة لمجالات أو مواضيع أو مسائل تكون فيها القواعد، خلينا نسميها قواعد اللعبة، مثلا شطرنج أو لعبة الجو أو التعرف على الصور أو أشياء، كلما كانت القواعد مضبوطة ولا تتغير، واحد، واثنين أن مجال الارتياب الدقة قليل جدا. لذلك يقول كلما أتينا إلى مجالات يلعب فيها البشر دورا مهما إلا وجدنا أن الذكاء الاصطناعي هذا يقدم أخطاء كبيرة جدا، أحيانا تكون مفاجئة وصادمة. لذلك ينجح في
مثلا لعبة الشطرنج أو الجو، ولكن لا ينجح في التنبؤ بالأزمات الاقتصادية، بمثلا الانتخابات الرئاسية في أمريكا، بحيث كل هذه البرامج تنبأت بالعكس مما حدث. فيعطي مثلا بعض الأمثلة، يقول لو نظرنا إلى الصور هذه التي سنعرض عليكم يعني صادمة حقيقة، يقول وهذه يفترض أنها في المجالات التي الذكاء الاصطناعي وهذه البرامج، هذه الشبكات العصبية المتقدمة قوية ومتفوقة جدا، بل يعني يفترض أن نسبة الدقة فيها تتجاوز 99%. يقول عندما ننظر إلى الصور هذه، الصورة التي تبدو لكم على اليسار هي حافلة مدرسية، يقول نأتي إلى هذا البرنامج وندربه، نعطيه مجموعة كبيرة من هذه الصور لحافلات وغير حافلات ويتعلم، فنصير عندما نعرض عليه صورة ونقول له هل هذه حافلة مدرسية، يعطينا الإجابة بدقة عالية جدا، بل حتى البرنامج نفسه يقول وبثقة عالية، يقول high confidence value. فيقول أحيانا نعرض عليه صورة ليس لها علاقة إطلاقا بحافلة مدرسية، مثل الصورة التي تبدو على اليمين، ويتضح أنه بسرعة أنه البرنامج هذا لم يفهم، بل يقول هذه حافلة مدرسية، ويقول بدقة أنا متأكد بنسبة 99% أن هذه حافلة مدرسية، معناه أنه فعلا لا يفهم ما يعرض عليه وليس لديه أي ذكاء. المثال الثاني يقول عندما نعرض عليه بعض الصور ونقول له أعطيني وصف مختصر قصير لما يحدث في هذا المشهد، فأمامكم هذه الصور الثلاثة، فيقول البرنامج يعطي ما هو مكتوب بالإنجليزي أمامكم، أن مثلا على اليسار هي امرأة على حصان وتجري في طريق من تراب، معناه أن البرنامج هذا لم يفهم إطلاقاً أن هناك أزمة مشكلة، أن هذه المرأة على الحصان تجر رجلاً وأنها يعني شبه تعذيب إلى آخره. الصورة اللي في الوسط يقول البرنامج هي طائرة مركونة على في مطار، يقول لك إحنا أي واحد فينا بيشوف حتى طفل صغير ينظر إلى هذه الصورة يعرف أنه نحن في كارثة أمامنا، أن طائرة هذه راح تسقط أو ساقطة، لكن البرنامج هذا لم يتعرف على هذا الشيء إطلاقا. الصورة الثالثة يقول البرنامج يقول أشخاص واقفون على شاطئ، يقول لا يدري أن هناك كارثة أزمة تحدث انهيار لبيت ربما من زلزال أو من فيضانات أو غير ذلك. فيقول يجب أن ننتبه أن الذكاء الاصطناعي هذا لا يستخدم ولا تؤخذ نتائجه إلا في المجالات المحددة القليلة، فمنها مثلا يقول لذلك السيارات ذاتية القيادة هذه لم تنجح لحد الآن بشكل كافي. لماذا؟ لأنك أنت تتعامل مع بشر، فلذلك يقول لدينا الآن مشاريع، يعني الصين مثلا وبعض المدن قررت أنها ستخصص بعض الطرق وبعض الأماكن وسط المدينة مثلا لا يدخله الناس، تدخله فقط السيارات الذاتية القيادة. لماذا؟ لأن في هذه الحالة نحن نتحكم في الوضع، ليس هناك أي تدخل بشري، ليس هناك ارتيابات، وبالتالي فالكمبيوتر الحواسب الذكاء الاصطناعي سينجح في هذه المجالات. فالسؤال الكبير، هل نحن نغير نمط حياتنا من أجل التعامل مع هذا الذكاء الاصطناعي هو الذي يفرض علينا كيف نعيش وما الذي نطبقه، أم أننا نحن فقط نفرض شروط وقيود على هذا الذكاء الاصطناعي بحيث أننا لا نسقط في هذا يعني العالم الرقمي هذا الذي سيغير من حياتنا. الموضوع الثاني في نفس الكتاب هو البيانات يعني التعامل مع البيانات وتطبيق البيانات والخصوصية الفردية. فأولا يقول مشكلتنا الكبرى أن معظم الناس الآن حتى الشباب الذين عاشوا طول حياتهم يسمونهم digital natives، يعني ولدوا في العالم الرقمي يعيشون شبه 24 ساعة في العالم الرقمي، لا يعرفون كيف التعامل مع البيانات. إذا تعرض عليه صفحة أو منشور تقول له هل هذا الكلام صحيح؟ معظمهم يقول لك أعتقد نعم، وهو لا يدري. طيب تعرف كيف تتحقق من صحة أو مصداقية هذا الكلام؟ ما يعرف. أكثر من 75% من الشباب حتى الطلبة الجامعيين في الدراسة التي يذكرها المؤلف لا يعرفون كيف يتحققون من هذه المعلومات. معظم الناس لا يعرفون أن جوجل عندما تدخل أنت بحث معين ويخرج لك النتائج الأولى، أن النتائج الثلاثة الأولى في العادة ليست نتائج عن بحثك، إنما هي إعلانات، ولكن تقدم لك في شكل نتائج بحث ويكتب عليها كذا فقط، كذا على الجنب كذا add كذا،
ولكن معظم الناس لا ينتبهون ويعتقدون أن هذه نتائج تخص ما كنت أطلب أنا، وينقر عليها لأنه يعتقد أن النتائج الأولى التي يقدمها جوجل هي الأهم وهي الأفضل فينقر عليها. لماذا يفعل جوجل هكذا عمدا متعمدا؟ لأن جوجل يكسب أموال من كل مرة نحن ننقر على هذه الروابط، لا يأخذ فلوس من أننا نحن دخلنا على جوجل أو عملنا بحث أو أي شيء، إنما احنا عندما ننقر على هذه الإعلانات لذلك هو يقدم لك إياها في الأول ويقدم لك إياها على أنها كأنها نتائج لأبحاثك، فيجب أن يعرف الإنسان. الشيء الثالث هو هذه الخصوصية. يقول معظم الناس، كثير من الناس في الغرب وخاصة حتى في منطقتنا، وأنا جربت هذا مع كثير من الناس، عندما تقول له البيانات والخصوصية يقول لك أنا ما عندي شيء أخفيه، ليس لدي ما أخفيه، أنا يأخذوا عني معلومات ما عندي مشكلة. فجيجا رانزار يجي ويرد على هذا ويقول أولا، هل أنت توافق على أن سيارتك اللي هي الآن ذكية وهي تسجل، إذا تشغل أنت الجي بي أس، هذا الجي بي أس في كل طريق يقول لك ما هي، ما هو الحد الأقصى للسرعة، وعندما تتعدى أنت تعمل لك دينج دينج يقول لك تعديت أنت، حتى أنت تراجع نفسك. وأحيانا نحن لا نعدل لأننا لا نريد أن نخفض، ونعتقد أن هذا الطريق أو هذه القطعة من مقطع من الطريق ليس فيه رادارات فنسير. طيب يقول لك فهل تعلم أنت أن كل هذا يسجل وأنه يمكن أن يتحول إلى الشرطة أو يتحول إلى الشركة الأم، وبالتالي أنت معلوماتك يعني مكشوفة؟ هل أنت فعلا ليس لديك ما تخفيه؟ الشيء الثاني، شيء صادم أنا لم أكن أعرفه، أن التلفزيونات الذكية، التلفزيونات الذكية هي التي يمكن التعامل معها بالفويس ريكوجنيشن، أننا نحن نتحدث معه ونقول له افتح لي قناة كذا، وريني مباراة كذا إلى آخره. يقول هل تعلمون، وفعلا نتحقق، دخلت على موقع سامسونج مثلا وسنريكم على الشاشة، ويقول لك بصريح اللفظ لتعلم، اعلم أيها المشاهد أن تلفزيونك هذا إذا كان يعمل بتقنية التعرف على الصوت voice recognition فإنه يسجل كل ما تقول، وبل مش فقط يسجل كل ما تقول بل يحول كل محادثاتك هذه إلى طرف ثالث، يقصد إلى شركات تحليل البيانات التي ستستفيد بكل ما تقول أنت، مثلا تستفيد أنها أنت يعني دائما تطلب أفلام، أو أنت حتى إذا أنت تتحدث مع شخص على الهاتف وتلفزيونك مفتوح معناه هو يعرف أنت عن ماذا تتحدث، تتحدث أنت على مواضيع سياسية، فسير يعرض لك يعني مثلا وثائق أو أشرطة وثائقية سياسية إلى آخره. فيجب، فيقول في الأخير أنه يجب أن ندرب الناس على أن يفهموا البيانات وكيف يتم التعامل مع البيانات، وما هو هذا الذكاء الاصطناعي، وما هو هذا العالم الرقمي الذي نحن نسير فيه الآن، بحيث أننا نبقى فعلا أذكياء في هذا العالم الذكي. ثواني وأعود إلى الموضوع أو الكتاب الثاني. الكتاب الثاني هو رواية من الخيال العلمي، خلينا نسميها، لكن من الخيال العلمي مختلف. السنة الماضية كنت عرضت عليكم كتاب بروجكت هيل ماري، وهو خيال علمي كيف نذهب في الفضاء إلى مكان معين إلى آخره، وما الذي يحدث، كانت يعني رواية رائعة جدا، وكانت أول مرة أعرض عليكم رواية من بين أفضل كتب قرأته في سنة معينة. هذه السنة أيضا رواية أخرى ولكن مختلفة تماما، هذه الرواية عنوانها Upgrade، ترقية، للمؤلف بليك كراوتش. بليك كراوتش يعني كاتب شاب، خلينا نسميه، ممكن لم يصل 40 لحد الآن، ولكن فعلا متميز. أنا قرأت له عدد من الكتب سابقا، وهذا بلا منازع أفضل كتاب له لحد الآن. كتب أخرى سابقة، دارك ماتر، ريكيرشن، ويورد باينز التي هي ثلاثية عملت منها سلسلة أفلام إلى آخره. المهم أبجريد، ترقية، هو بالنسبة لهندسة الجينات. يعني هو خيال علمي لأنه يحدث في المستقبل، المستقبل القريب، هو لا يقول لك متى، ويعني ومن التشويق أنه يحاول القارئ أن يحاول يفهم متى يحدث هذا. احنا نتحدث عن 10 سنوات من الآن، 50 سنة من الآن، 100 سنة من الآن، أنا قدرتها ربما 30-40 سنة. ما الذي يحدث في هذا العالم المستقبلي؟ أن هندسة الوراثة وصلت إلى حد أنها تستطيع تغيير جينات كل شيء بما فيها البشر، بما فيها النباتات والحبوب والحيوانات، بحيث أنه مثلا تستطيع أن تقوم بأشياء مفيدة جدا، نقضي على الملاريا عادي جدا، جيب البعوض هذا أعمل له تعديل جيني يصير البعوض هذا لا يحمل أو لا ينقل الملاريا وتخلصنا من هذا المرض. أوكي، تريد مثلا زيادة المحاصيل في يعني
محصول معين، عدل شويه الجينات من هذه الحبوب او غيرها، وبكره صار عندك محاصيل اكبر بكثير. تحب تعدل انت جينات القط او جينات حيوان معين وتخليه لطيف اكثر او لون مختلف او غريب اكثر، ممكن يعمل لك. ولكن هذه الهندسه تؤدي الى اخطاء والى كوارث، وفعلا في القصه قبل لما تحدث القصة هو يعطيك باك جراوند هكذا خلفية أنه حدثت مشكلة قبل، كارثة كبرى جدا، ولذلك حضرت أو منعت كل هذه الهندسات الوراثية اللي صارت في متناول كل العلماء. فصار عندنا مختبرات مخفية في أماكن، بعض العلماء يفعلون كذا لأن عليها طلب، عمل لي حيوان بشكل كذا وكذا بعمل لك أنا، ولكن هذا ممنوع، فلازم أعملها أنا في مختبري بشكل خفي، فأتقاضى عليها يعني ملايين الدولارات أو غير. لذلك أنشئت وكالة في الحكومة الفيدرالية الأمريكية اللي هي مطاردة ومنع كل هذه الأعمال الغير قانونية لعلماء جينات يقومون بهذه التغييرات. فبطل القصة هذا لوغان رامزي هو كان أصلاً قبل ذلك عالم جينات، وشارك في عملية كانت كارثية في قصة طويلة أيضاً قبل ذلك، وصار الآن موظف لدى الحكومة الفيدرالية للمشاركة في هذه المطاردات. ويوما ما يطاردون مختبر، يدخلون على مختبر وينفجر عليهم غاز هكذا، ويبدو مباشرة أنه محمل بفيروس، فيصاب لوغان هذا بفيروس، وبعدها بشكل بطيء جدا يبدأ ينتبه لوغان هذا أن قدراته هو الجسدية والعقلية تزداد وترتفع وترتفع، فصار يعني مثلا ذكي جدا، عنده ذاكرة رائعة، عنده قدرات ذهنية خارقة للعادة، عنده تحكم في النفس، عنده وعنده وعنده. فهنا بعد شوية ينتبه ويكتشف أنه هذا الفيروس هذا كانت إنما هي عملية خرق هاكينج جينية، إدخال عليه هو تغيير جيناته هو بحيث أنه يصير أعضاؤه المختلفة تعمل بطريقة أفضل وأفضل وأفضل، وأنه ليس هو الوحيد، وأن الفكرة هي أن العالم سوف يتم تغييره من طرف من يقوم بهذا، من خلف هذه العملية لن أكشف. والقصة يعني رائعة، تبدأ بهذه الطريقة، هو يكتشف أنه هو شخصيا ضرب، والبشرية كلها مضروبة الآن ومهددة، وما الذي يجب أن يفعله. والجميل في القصة هذه أن بليك كراوتش المؤلف يخليك دائما مرتبط بالجوانب الإنسانية البشرية لهذه القصة. أولا هو لوغان هذا له ارتباطات شخصية، أمه كانت عالمة ويبدو أنها ماتت، ثم نكتشف أنه ربما لم تمت، وأنها يعني هي اخترعت كذا وعملت عملية تلفيقية بحيث أنه يعتقد الناس أنها ماتت ولكن ربما لم تمت. أخته أيضا عندها قدرات عالية جدا ولكن مختلفة عنه تماما، ولديها قدرات عسكرية وغيرها، وهو متزوج وعنده بنت، وبنت أيضا شاطرة، وزوجته، ولكن يضطر أنه يبتعد عنهم. ثم باقي البشرية، ما الذي نفعل؟ هل فعلا تطوير البشرية، لأنه ما يقال له عند لحظة عندما يكتشف هذه العملية، هذه الخطة الكبرى، أنه أنت الخطوة القادمة في تطور البشرية، هكذا يقال له، you are the next step in human evolution. فهو الآن يدخل في صراع مع نفسه ومع الناس الآخرين الذين يعرفون بالموضوع، هل نريد فعلا هذا التطور البشري، القفزة هكذا التي هي اصطناعية نقوم بها نحن، أم نبقى على إنسانيتنا بما فينا من عيوب ونقائص وتدور القصة على مستويين، المستوى الفردي الإنساني والمستوى البشري الإنساني كله أيضا في نفس الوقت. قصة رائعة جدا، أنصحكم بقراءتها، أتوقع أنها ستترجم للغة العربية، وأكيد أنها ترجمت الآن لعدة لغات لأنها نشرت الصيف الماضي، صار لها الآن أكثر من 4 شهور ولاقت رواجا، صفق لها كل المتابعين، ونتابع إن شاء الله. لحظات وأعود إلى الكتاب الثالث.
الكتاب الثالث قلت كلها في مجالات علمية وكلها مختلفة، هذا في مجال هندسة الفضاء خلينا نسميها، يعني كيف الآن الفضاء دخل في حياتنا الاقتصادية والتكنولوجية بل وحتى الاجتماعية من خلال التواصل عن طريق الأقمار الصناعية إلى آخره. الكتاب عنوانه The Space Business، أنا يعني يمكن ترجمته تجارة الفضاء أو أعمال الفضاء، أو ربما نقول باختصار اقتصاد الفضاء. كما قلت في إحدى الحلقات الماضية، كنت قبل حوالي شهرين خصصت سلسلة 3 حلقات لمجال عوالم الفضاء أو عالم الفضاء الجديد، وكانت إحدى الحلقات حول اقتصاد الفضاء. للأسف لم تلاقي الرواج الكافي، ربما هذه فرصة أن أشجعكم لأنه فعلا مهمة لما سيحدث في الاقتصاد العالمي خلال 10-20 سنة القادمة. المهم، هذا الكتاب عنوانه The Space Business، تجارة أو اقتصاد الفضاء، من الفنادق في المدارات إلى تعدين أو تنقيب القمر، كيف تغير الشركات الخاصة الفضاء اليوم. How private enterprise is transforming space. بمعنى أنه أولاً الفضاء هذا لم يعد حكراً على وكالات الفضاء الحكومية الكبرى، صارت الآن شركات كثيرة تعمل فيه، بل سبيس أكس الآن تطلق أقمار صناعية بالمئات وتنوي أن تصل إلى 10,000 من الأقمار الصناعية، تصل إلى المحطة الفضائية، وصلت منذ عدة سنوات، بل تنقل رواد فضاء ناسا الآن إلى المحطة الفضائية، وصلت أو ستصل إلى القمر مع أرتميس 1 وقريبا أرتميس 2 برواد فضاء إلى آخره. المهم، شركات كثيرة الآن صارت تستثمر، حتى لا نقول تغزو، الفضاء. لماذا؟ لأن وجدت أن فيه يعني مستقبل اقتصادي وتجاري وأرباح كبيرة جدا. كنت فصلت في وكنت استفدت يعني من بين المراجع التي اعتمدت عليها الحقيقة في حلقة اقتصاد الفضاء، كان هذا الكتاب الذي فعلا يفصل لك حتى من الناحية التقنية شوية، حتى من الناحية يعطيك أرقام دقيقة إلى آخره، لما الذي يمكن أن يحدث، ما هي تكلفته، ما نتوقع أن يحدث هذا. منها كما ذكرنا مثلا أنه يكون عندنا عدة محطات في الفضاء تقوم بتصنيع مواد ومعادن معينة نحتاجها حتى في صحتنا، في أجسامنا، في عمليات جراحية إلى آخره، ألياف ضوئية، بل حتى طبعا الاتصال عن طريق الإنترنت السريع من أي بقعة على العالم. يعني كثير من التطبيقات، طبعا بعد ممكن 10-20 سنة يكون عندنا هذا التنقيب على سطح القمر وعلى الكويكبات وثم الوصول إلى المريخ، كل هذا من الناحية التجارية الاقتصادية، ما هو الممكن وأين يتجه العالم حتى نشارك. بالمناسبة، حتى لا يعتقد الناس أن هذا الكلام بعيد عنا، أنه فقط محصور على سبيس أكس وناسا وغيرها. أنا ذكرت مؤخرا في أحد اللقاءات الإعلامية، قلت حتى هنا في الإمارات أقمار ياهسات، الياهسات هي أقمار للاتصالات. الإمارات وكثير من الدول لديها أقمار صناعية، إما للاستشعار عن بعد مثل دبي سات، خليفة سات، ولديها بعض الأقمار الصناعية التي تكون عالية على علو 36,000 كيلومتر للاتصالات، أي اتصالات، إما تلفزيون، إما هواتف وإنترنت. وفعلا أنا كانت لي فرصة أني أزور يعني قاعدة ياهسات هذه في ضواحي أبو ظبي قبل حوالي 2-3 سنين، لقيت محاضرة هناك، وفعلا وروني كيف أنهم من خلال هذه الأقمار الصناعية يبيعون الآن خطوط إنترنت سريعة عبر العالم عدد من الدول ومن الشركات عبر العالم. فهذا يعني استثمار حتى لنا نحن، لا يعتقد الناس أنه كلام بعيد عنا، أنتم تتحدثون يعني عن خيال علمي أو غير ذلك. المهم، هذا من الكتب فعلا المبسطة البسيطة الواضحة التي تشرح لنا كل هذا. أنصح به هذا الكتاب والكتب الأخرى لكل المتابعين، خاصة المسؤولين على سياسات الدول العربية وغيرها فيما يخص الفضاء وفيما يخص الهندسة الجينية وغير ذلك والعوالم الرقمية. شكرا لكم على المتابعة، السلام عليكم.